اهلا بحضراتكم من جديد. اللي ما اتفرجش علينا في الانترو، الحقيقه لعبه الخماسي الحديث بتسطر يعني الحقيقه تاريخ جديد وانجاز كبير كمان بفوز محمد الجندي منذ ايام ببطوله العالم او الميداليه الذهبيه في بطوله العالم للشباب، والحقيقه دي حاجه اسعدتنا كلنا، فكان لازم نكون النهارده بنحتفل بيهم ونتكلم معاهم عن هذا الانجاز الكبير. في البدايه برحب بكابتن ياسر حفني المدير الرياضي بالاتحاد الخماسي الحديث. اهلا بك يا كابتن ياسر. اهلا بيك واهلا بقناه الاهلي، وطبعا شرف لاي حد ان هو يبقى موجود يعني على قناه نادي القرن. منور، وطبعا يعني انجاز كبير وبنشكركم عليه، ومنور قناه النادي الاهلي. نورك نورك ربنا. طبعا بنرحب بنجمنا الكبير بطل العالم للشباب واللي حمل انجاز كبير، وبمناسبه اخو كمان احمد الجندي معانا بطلنا النهارده محمد الجندي. اهلا بيك يا محمد. اهلا بحضرتك. منورنا والف مليون مبروك. حضرتك. طب اجي لك يا كابتن ياسر، يمكن يعني خليني اتكلم مدير رياضي للاتحاد، يمكن انا في الرياضه بقالي كتير. تمام. والمنصب ده يعني لفت نظري، لفت او شد انتباهي، يعني مدير رياضي للاتحاد يعني ايه؟ يعني اشرح لنا يعني وظايفك ايه؟ تمام. هو طبعا لعبه الخماسي زي طبعا ما معظم الناس عارفه دلوقتي، وهي لعبه معروفه في مصر، هي عباره عن 5 العاب: سباحه وجري ورمايه وسلاح شيش وفروسيه. تمام. لعبه مركبه، التخطيط فيها ووضع الاستراتيجيات واداره التدريبات واداره المدربين عامه بتبقى شيء صعب جدا، محتاج حد متمرس في اللعبه وعنده خبرات كبيره. الاتحاد الخماسي الحقيقه قدر ان هو يعمل مدرسه جديده او نظام جديد لنفسه المتبع في معظم الدول، ان بقى في مدربين لكل لعبه غالبا بيبقوا من باك جراوند حد لعب خماسي، يعني مدرب سلاح مثلا كان لاعب خماسي. نعم. مدرب سباحه كان لاعب خماسي. الحقيقه المهندس شريف العريان لما جه ابتدى يغير شويه وابتدى يشتغل على المدرسه دي اللي في بعض الدول بتشتغل بيها، انما هو يعني يشتغل بيها بنسبه 100% تقريبا، فابتدى يجيب مدربين متخصصين في كل لعبه، اميز المدربين مثلا في السباحه فقط بيوظفهم عندنا في الاتحاد، اميز المدربين في السلاح ويجيبهم، اميز مدربين الاعداد البدني واللياقه وتخطيط الاحمال وهكذا. اشتغلوا مع الخماسي. فالجهاز الفني كبر جدا، تمام؟ وكل ما يبقى في نتائج كل ما الحمد لله الرعاه والدعم بيزيد، فبنكبر اكتر، الميزانيه بتكبر اكتر. فطبعا عشان تقدر تحط الخطوط العريضه والاستراتيجيات للمجموعه الكبيره دي وما يحصلش تعارض ما بين الالعاب، ما يجيش مثلا مدرب السباحه كل مدرب لو اشتغل مع نفسه او فكر في لعبته فقط في الاخر ده هيضر اللعيب، فلازم يبقى في حد بيدير هذا الكلام. الى جانب طبعا الخطط بقى، انت بتتكلم على منتخبات، عندنا منتخب بدايه منتخب الامل اللي هو ان شاء الله عايزين ننافس بيه في 2026 في اولمبياد الشباب، الى منتخب 17 19 21، وعمومي كل ده رجال وسيدات. فطبعا الخطط السنويه والكلام ده كبير، عدد لعيبه، جهاز فني اكتر من 40 شخص، وده يعتبر دورك بتدير كل ده، بتدير هذا الكلام. ده موضوع انت كل ده حافظه ازاي؟ طبعا لا طبعا انا محظوظ جدا ان انا معايا يعني مجموعه من المديرين الفنيين، يعني يمكن في منهم كمان كتير جدا مرنوني انا شخصيا وانا لاعب. انت بطل اولمبي كمان، خلي بالك لاعب اولمبي ولعبت اكتر من اولمبياد، فده ميزه كمان ان انت راجل لعبت اولمبياد، فعارف يعني ايه اولمبياد والاستعداد للاولمبياد. طبعا لا، وساعد صدر المدرب اللي مرني ده وانا صغير، يعني في منهم مرنوني وانا طفل صغير، فان هم يبقوا دايما في ظهري كده لما انا اخذت المسؤوليه ويدعموني يعني ويساعدوني. طبعا يعني مهما كنت انا درست او عندي خبرات في اللعب، المجموعه اللي حواليا الحقيقه يعني بتساهم معايا جدا في بناء شخصيتي وفي ان انا اتحسن في القصه دي، لان انا طبعا عامل شيفتنج في الكارير ده مش بقاليش فتره طويله، والحمد لله ده في الاخر وصل ان احنا يعني اعتقد السنه دي الحمد لله احسن نتائج في تاريخ منتخبنا يعني على جميع الاصعده. فيا رب بس يكمل لنا على خير ان شاء الله. وانتم بتطمعونا كده، بتطمعونا. انا مش عارف انا يعني السنه الجايه بقى هنحسن عن كده ازاي. ان شاء الله انتوا قدها وقدود، وانتوا نموذج يعني ناجح للاتحاد والمسؤولين فيه، يعني بشكل يعني من اول مهندس شريف عريان يعني اصغر واحد سنا في المنظومه، انتوا عاملين شغل كويس.